عسلي ماما، بكم في حلقه جديده من كوجينة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الوان بوت باستا، حاجه عامله بعملها في الانترنت وفي لي ريزو سوسيو. هي حاجه صحيه وفي نفس الوقت فيها برشا خضره وتنفع بالكدي للصغار وللكبار اللي ما ياكلوش الخضره. باش نشوفوها مع بعضنا. دونك اول حاجه باش نشوفوا باش نقصوا بلوتو كورجيت. اليوم باش نستعمل كورجيت، باش نستعمل طوماط سيريز ومعها الشفغيت. والحاجة الباهية اللي هذي تجيب كل شيء، يجيب بالمقرونة بكل شيء، يجيب فرد طنجرة اللي احنا هوني باش نستحقوا بوالا بالخطام تاعها. دونك هوني الكورجيت قصيتهم كبار شوية على خاطر تعرفوا اللي القرع الأخضر ما فيهش روح، دونك باش تقعد الكعبة تتقرمش خاطر محبك التقرميشة هذيك متاع الكورجيت. نكملوا نقصوها. وهلا نحضروا الخضره نتاعنا الكل. هوني انا في عوض البصل باش نحط الثوم، وتوا باش نتعداو للبواله باش نشوفوا شنو باش نعمل. باهي، دونك هوني باش ناخذ شويه زيت نجمه، تنجموا تاخذوا زيت مايس والا تورنوسول. باش نزيدهم شويه مارغرين على البنه، تنجموا يحطوا شويه بركه جوست باش يبن، خاطر الشفغيت والكروفيت كي نعملوهم في شويه زبده يعطيو بنه كبيره برشا. انتر طون كالعاده ما تنسيوش باش تغليو الماء نتاعكم، خاطر حتى المقرونه باش نحطوها في وسط البريباراسيون هذه وهي نيه. جماعه الهيلثي نتصور تعجبهم برشا الغوسيت هذيا. دونك تو باش نحط الثوم، بزيد ثوم. هوني حطينا برسك 5 فصوص. باش نحط هذا الشفغيت اللي عندكم، نجموا حتى بالبولي، تنجم تجيب البولي خليها تتقلب الكدا. قاعده نزيلو شويه. تو باش نفوحو، باش نحطو حبق شايح. كان عندكم فرشك ما فيها بيس، هما تعرفوا توا شتا دونك ما فماش الحبق الفريشك. شويه فلفل اكحل، شويه ملح خاطر الكروفيت شفغيت يبداو ملحين. ومن بعد هاكا عينكم ميزانكم تزيدوا كيف ما تحبوا. والحاجه الاساسيه زاده باش ناخذوا شويه جو نتاع شطر قارصه. فوالا، حركوا كل شيء مع بعضه. الريحه يا جماعه. بلي غوسيت هذوما نحاولوا لو ماكسيموم باش ندخلوا اكثر خضره في الماكله نتاعنا سورتو. اون بليس حاجات جديده يزينه من المقارن المشخشخه بالصوص، وصحيح نشتيوها وكل، اما هيت نجربوا حاجات جديده ساعات. دونك توا حطينا طوماط سيريز، باش نحطوا الكورجيت هذيك باش تتقلى شويه. قليهم مع بعضهم. اون بليس تعطي برشا الوان، الاخضر والسومون والروج، ريحتها فايحه. في الغوسيت هذه بويسك هيلثي وفيها برشا خضره، شنو باش نعملو اليوم؟ باش نستعملو الورده هذه 5 سيريال اللي هي فيها غنيه، فيها برشا دي سيريال
فيها البلي دور، فيها لورج، فيها التريتيكال، وفيها سيغل والمايس. دونك به هذه اليوم اخترت باش نختار باش نستعمل الكود. سينو فيها سباغيتي زيده وفيها الفل. به تقليو شويه هذوم باش نجبدو توا كريم ليكيد ديليس. قلت لكم انا تغرمت بها راويت سورتو لو فورما سري. باش نحطو شطر الدبوزه نتاع لو فورما سري. فوالا كملنا هذه منها. باش ناخذو توا المقرونه نتاعنا. قص حطوا المقرونة حاجة البيئة. فما هذا سكوتش اللي بعد ما تكمل بشكل كونتيتي متاعك اللي قاعدة ما تتهلكش سكرها بالفيرميتور هذيك. بيه شبش نعملو توا يا جماعة؟ سهل برش. باش نزيدو شوية ماء سخون يغلي مقدار كيس، ومن بعد نغطيو عليها لو طون اللي تيب المقرونه نتاعنا. يسوفي طابت معناتها الفطور نتاعنا حضر في رمش تاعين سورتو صحي فيه برشا خضره وبنين. دونك توا مادام مش نستناو المقرونه نتاعنا تيب اللي هي تحضر في 10 دقائق جست تغلي بالكدي، ومن بعد الكسوس كلها تدخل في بعضها وتولي ياسر بنينه. نرجع بعد الفاصل.